هدف بالنسبة لي إيغالو في خط الهجوم رائع نكودوين جول تروح جول الله يا فرسان مكة برمسة لاعب جيد ورائع جدا هو كودوين برسمة فنان الله يا الوحدة الوحدة يسجل الهدف الأول ويعطي ومع كاسترو والآن الانتقال كورقة أساسية مع فريق الفتح مراد باتنا يحاول يمر ويتقدم مراد يوصل كرة مرة ثانية لمختار مختار يحاول اسمانوي توصل مرة ثانية فيصل ياخذ كرة فيصل فجر هادي في وسط الملعب توصل حسين العيسى وعيسى يحاول أمام سعيد بعطية كرة فيها تدخل من جانب سعيد بعطية توصل الأمام تتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة جاكو بريني بالنسبة للمبارك يعني لذهبية يوسف مسرحي يلعب على الكرة لسفيان بن دبكة سفيان لمراد الثنائي الجميل كرة ملعوبة الأمام لوكاس يا سلام يا سلام على الجملة الرائعة جدا الله الله على جملة رائعة جدا الله على لمسة حلوة من جانب لوكاس مانويل هذا الفتى مراد يحاول يتقدم على اليسار مراد يحاول يمر ويرسل كرة وين سهلة توصل منير محمد الجميل هو سفيان بن دبكة وسط الخطير مراد باتنا ولا كرة مر ولا كرة مر أمام إسلام هوساوي ولا كرة مر أمام إسلام هوساوي نعم في كل الكرات الله يا إسلام هوساوي لم يستطع أبدا المرور أمام إسلام هوساوي زين ريان لوكاس ينقل كرة للخلف عباس الحسن يرسل كرة في مكان جميل وكرة تتهيأ جول يا اسلام هوساوي هيأتها لتيو وتيو خدها باليمين هدف التعادل هدف التعادل النموذجي نعم هي فتحوية في المرمى بجانب تيو يسجل هدف التعادل هدف التعادل كرة مرت ووصلت للأمام مراد باتنا خدها مراد باتنا تقدم مراد باتنا جول مراد باتنا جول بيسدد بتمر توصل لوكاس مانويل لا زالت مدرة حاضرة كرة توصل مرة ثانية للأمام بتحول إسلام هوساوي عند التنفيذ عند التسديد مراد الله الله لا بد من كلمة لمراد مراد باتنا أنا فتحاوي أنا نور السماء أنا النموذجي أنا الأحصى هي فتحوية في المرمى هي للأزرق هي مراد باتنا يلعب كورة صعبة على منير محمدي كورة جناح الطار الجناح السريع الجناح الهداف الجناح الأخضر الجناح الذهبي هي جول يا مراد يا باتنا يا مراد يا باتنا الله 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 يا مراد على الكورة القوية وهي بالجول هي الجول هي جول يا مراد يا باتنا صعبة 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 كان في مساحة جيدة لمصلحة مراد باتنا يحاول يمر أمام عبد العزيز فلور ياخذ كرة يحاول يمر مر تقدم مرة أخرى لكن يكسب خطأ إجاني يرسل كرة للأمام ليو يحاول يعدي يا سلام يا سلام يا سلام الله الله على المرور الله على المرور سفيان بن دبكة ثانية أمامية ملعوبة للأمام ناحية مرور باتنا مرور تقدم مرور هي جول تمر جول الله جانيني تبارك الله على المرور الفتح يسجل الثالث الثالث مراد مراد باتنا فخر الحزة لا فاز بالفوز الكبير إذا انتصر
يلعبها لدريانيني، إذا فارس أمام إسلام هنصاوي، أمام إسلام هنصاوي مرة تقدم ورس الكورة ولا أرفع ولا أدفع لجانيني تفارس، دائما البصمة من الأسمراني جانيني، جول ثالث للأسمر المهاري لأن أعطى تغييرات جميلة جدا وتبديل أكثر من لاعب، وكرة ملعوبة من جانب مراد باتن لعب الكرة للأمام، وصلت تيو تقدم تيو تقدم تيو تقدم تيو تقدم تيو.